في الوجه الإنساني لدولة الكويت جهود مضنية تبذلها جمعية الهلال الأحمر في شتى بقاع العالم على مدار العام، وتتضاعف أيضا في شهر رمضان المبارك. نعم مطر، الجهود تمثلت في تقديم المزيد من المبادرات الإنسانية وحملات الإغاثة في العديد من الدول للمحتاجين والمنكوبين. هي رقم مهم في المعادلة الإنسانية الدولية بمواقفها السامية ومبادراتها الخيرية في مساعدة المنكوبين والمحتاجين أينما كانوا في شتى بقاع العالم، وخاصة في أيام هذا الشهر الفضيل. بهذا الشهر الفضيل طبعا احنا قاعدين نقدم مساعدات خاصة لإخواننا النازحين السوريين في لبنان وفي الأردن، قاعدين نقدم لهم عن طريق الخبز، توفير الخبز يوميا، وأيضا في وجبات إفطار صائم. أيضا في العراق هناك كابونات تم توفيرها إن شاء الله لتوزيعها للأسر المحتاجة. أيضا هناك مساعدات مواد غذائية في طريقة، في جزء منها وصل لليبيا وفي جزء آخر راح يصل إن شاء الله قريبا، أيضا مواد غذائية واحتياجات إغاثية ضرورية، وأيضا إن شاء الله في طريق أيضا هذه المساعدات إلى إخواننا بالجزائر. الملف الإنساني اليمني يحظى اليوم باهتمام بالغ من قبل الجمعية التي تقدم الكثير من المساعدات وخاصة في المجال الصحي. الآن عندنا رحلة قريبة إن شاء الله في رمضان راح نقدم فيها مجموعة من المساعدات، طبعا أولها شغالين على حملة مكافحة الكوليرا لأنها منتشرة جدا في اليمن وتسارع يومي بالإصابات. أيضا هناك مخيم طبي الجراحي راح يكون عمليات جراحية للعظام والمخ والأعصاب وللعيون وترقيع طبلة الأذن نتيجة الانفجارات الكثيرة. أيضا هناك توزيع أدوات من الويلشيرات، الكراسي المتحركة والعكازات حق الجرحى. بصمات إنسانية مشرقة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مكنتها من أن تحتل مكان الصدارة بين مثيلاتها بكل جدارة. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.